مايكل جوردن هو واحد من افضل اللاعبين في رياضة كرة السلة، وكان ليه تأثير كبير جدا في المجال ده، وكانت اول مباراة ليه في فريق شيكاغو سنة 1984، وبعد شهر واحد من المباراة ديت بقى واحد من نجوم غلاف المجلات، واستمرت نجاحاته كبيرة لحد ما وصل لجائزة الـ NBA. فمين هو مايكل جوردن وقصته ايه بالظبط؟ ولو ما تعرفش، فالحذاء جوردن متسمى على اسم مايكل جوردن اصلا. ازاي الشخص ده عمل كل ده؟ كل ده هنعرفه في الحلقة ديت. متنساش انك تعمل لايك وسبسكرايب. انا شريف نبيل، موقع القيادي، يلا بينا. مايكل جوردن هو واحد من اهم اللاعبين الامريكيين في رياضة كرة السلة. اتولد سنة 1963 ميلادي، وظهرت موهبته الكبيرة في حب لعب كرة السلة اثناء دراسته في مدرسة الثانوية. لكن الفترة دي عليه كان ان هو يستكمل التدريب في كرة السلة كان صعب جدا، ودوت علشان طوله وقتها كان قصير جدا. ولكن في السنة اللي بعدها التحق بفريق كرة السلة واصبح كمان لاعب مهم في الفريق لما ابتدى ان هو يطول شوية. وبسبب كمان تفوقه في لعب كرة السلة تم اعطائه منحة مدرسية في مجال الجغرافيا في جامعة كالوري، واللي حقق فيها نجاح كبير جدا في اول سنة ليه في الكلية. وكانت من اهم محطات مايكل جوردن ان هو كان لاعب مهم جدا في الجامعه، وفاز هو وفريقه بدوري الجامعات الامريكيه سنه 1982. ومع حبه الكبير وشغفه لكره السله ساب مايكل الجامعه بتاعته سنه 1984 علشان يلتحق بالدوري الامريكي لكره السله مع فريق شيكاغو بولز، واللي بعد كده رجع تاني للجامعه بتاعته علشان يحصل على شهادته الجامعيه سنه 1986. وحقق كمان مايكل نجاحات كتيره جدا في مسيرته الحياتيه، واللي استمرت تقريبا اكتر من 13 موسم. فاز بكذا بطوله في الدوري الامريكي، ده غير ان هو خد لقب افضل لاعب امريكي في كره السلة 5 مواسم، ونال لقب افضل مدافع سنة 1988. وسنة 1993 دي كانت سنة مهمة جدا في حياته، لان السنة ديت اللي اختل فيها والده واعلن فيها مايكل اعتزاله في نفس السنة للعب كرة السلة. والامر دوت ما خدش ترحيب خالص من الجماهير، بل كمان عمل ضجة كبيرة جدا علشان يرجع تاني سنة 1995. وكانت اول مباراة يرجع يلعبها بعد الاعتزال كانت مع فريق اسمه اندية بيزرز، واللي حقق فيها 199 نقطة. ومايكل كان بيتمرن بشكل يومي وقاسي جدا، واستكمل الموسم بتاعه دوت بحوالي 72 انتصار، وسجل افضل رقم قياسي في لعب كرة السلة في امريكا كلها، وحصل على جوائز كتير جدا زي افضل رياضي في القرن، وافضل لاعب كرة السلة لتسعينات القرن العشرين، وجائزة افضل رياضي للتسعينات القرن العشرين، وجائزة افضل لعبة في العقد واللي كانت ضد فريق لوس انجلوس سنة 1991. نسيت اقول لك ان غير الاعتزال الاولاني بتاع مايكل جوردن اعتزل تاني سنة 1999، ولكن رجع بعدها بسنة تاني علشان يحتل رئاسة الفريق بتاعه في واشنطن، وحصل بعدها على جوائز كتير جدا منها الجوائز اللي انا لسه قايلها لك من شويه. واعتزل تاني بس المره دي ما رجعش، كان الاعتزال النهائي ليه سنه 2003، وكان مسجل وقتها 32292 نقطه، وتم تصنيفه كثالث معدل في تاريخ كره السله. وترك مايكل وقتها اسم كبير جدا في لعب كره السله مع المجهود الكتير اللي هو بذله في اللعبه ديت علشان يحصل على النجاحات دي كلها ويحقق كل النجاحات الكبيره ديت اللي انا لسه قايلها. وبس كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. ما تنساش بقى تعمل لايك شير سبسكرايب. انا شريف نبيل من موقع القيادي. سلام.